الو، هاي سالم، اخبارك ايه؟ تمام مستر جون، كل حاجه تمام. ها، عملت اللي اتفقنا عليه؟ عملت كل اللي انت طلبته مني. يعني انا دلوقتي المسؤول الاعلامي للجنه المركزيه والمستشار الصحفي للسيد ابو خالد. جود، فيري فيري جود مستر سالم. على فكره انا معايا هنا المدير الاقليمي لوكاله ان اي دبليو، عايز اكلمك ويتعرف عليك شخصيا. يتعرف علينا؟ دقيقه واحده. شكرا جون، سالي برا معاها بقيه حسابك وانا هبقى اتصل بيك بعدين. شكرا. ثانك يو فيري ماتش مستر. مستر سالم، معاك توماس جولدمان، المدير الاقليمي لوكاله نيوز اراوند ذا وورلد في كارفستان. اهلا اهلا مستر توماس، الشرف كبير ليا ان انا اكلم سعادتك واتعرف عليك. مستر سالم، احنا بنرحب بيك للعمل معانا كعضو عامل في وكالة ان اي دبليو. وعلى فكرة مستر جون بيتكلم عنك كويس قوي، وهو اللي رشحك للعمل معانا. متشكر، متشكر جدا مستر توماس. مستر سالم، الشكر مش كفاية، احنا يهمنا الانجاز مش الكلام. انت عارف طبعا دلوقتي ان وكالات الانباء العالمية بتجري ورا الاحداث لحظة وقوعها مش ساعة وقوعها، وعارف ان المنافسة بقت شديدة وشرسة قوي يا مستر سالم. ان شاء الله هكون عند حسن ظنك مستر توماس. اي خبر مهما كان صغير او من وجهة نظرك مش مهم، ممكن بالنسبة لنا احنا يبقى مهم قوي مستر سالم، لانه بيكمل الصورة العامة اللي احنا شايفينها واللي جايز ما تلفتش نظرك. عشان كده اي خبر مهما شفته ان هو خبر تافه، ممكن بالنسبة لنا يبقى مهم ولازم تبلغنا بيه على طول. واضح مستر سالم؟ واضح مستر توماس، واضح جدا. سالم، انا عارف طبعا ان وضعك حساس جدا نظرا لوجودك في وسط الصور، لكن تأكد ان سياسة الوكالة عندنا هنا هي السعي ورا الحقيقة، سواء كانت الحقيقة دي من وجهة نظر الحكومة او من وجهة نظر الثوار. على فكرة احنا شعارنا هنا في الوكالة الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. فهمني مستر سالم؟ طبعا يا فندم، طبعا. كويس قوي مستر سالم. وعلى فكرة أحب أقولك إن شغلك معانا رغم خطورته، لكن هيديك فرصة كبيرة جدا إنك تترقى معانا وتتقدم في شغلك، ومش بعيد خلال شهور قليلة قوي تبقى مدير مكتبنا في أربية. بس ده طبعا متوقف عليك وعلى الشغل اللي هتعمله معانا. بالتأكيد أنا عايز سعادتك تكون متأكد إن أنا هبذل كل جهدي في العمل معاكم، وأي خبر مهما كان صغير أو تافه هبلغه لكم لحظة حدوثه. أنا سعيد قوي بالمكالمة دي مستر سالم، وأعتقد إن جون كان عنده حق لما رشحك لينا. على فكرة أنا إحساسي بيقول لي إننا هنعمل شغل كبير وجامد قوي مع بعضينا. إن شاء الله، إن شاء الله مستر توماس. يا ريت تسجل بقى رقم التليفون ده عندك، ده رقم الموبايل بتاعي، وعايزك كل يوم الصبح تكلمني تقول لي الأخبار أول بأول. طبعا يا فندم، طبعا، من غير ما تقول، ده شرف كبير ليا يا فندم. متشكر ليك قوي يا سالم. مع السلامة. مع ألف سلامة يا فندم، مع ألف سلامة. مستر مايكل، أنا الراجل بتاعي جاهز. وإحنا كمان جاهزين. We have a green light. ممكن ننفذ في 48 ساعة.